وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من غزة نائب رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة عصام حماد. أهلا ومرحبا بك سيد عصام. بداية، 3 قتلى ومئات المصابين حصيلة فاعلية اليوم في حساب الربح والخسارة، كيف تقيم فاعلية اليوم؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. مسيرة العودة هي انطلقت في 30 مارس لكي تجبر العدو الصهيوني على إنفاذ المادة رقم 11 من القرار الأممي 194 والسماح للفلسطينيين الموجودون في الشتات وفي مخيمات اللاجئين للعودة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها في العام 1948. ولذلك لا تقاس حركة الشعوب من أجل التحرر واستعادة الحق بمقياس الربح والخسارة على الإطلاق. هذه مسيرة شعب انطلقت لاستعادة حق ثابت، ولا يذكر التاريخ أي شعب تحرر من الاحتلال ولم يدفع ثمن لهذه الحرية. والشعب الفلسطيني هو كمثله من باقي الشعوب على وجه الكرة الأرضية، هو شعب حر نهض من وسط الرماد لكي يرسل هذه الرسالة للعالم أجمع، وهو مستعد لأن يدفع الثمن الغالي من أجل الحرية. الإصابات ازدادت بشكل ملحوظ بعد أن اقتحم المتظاهرون السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة، هل كان مخطط لهذا الاقتحام أم لا؟ في الحقيقة لا، لم يكن مخطط لهذا الاقتحام. اليوم الشباب الفلسطيني بمحض إرادتهم أرادوا أن يجربوا بروفا للعبور المقرر في المستقبل من أجل فرض هذا الحق على العالم أجمع بأقدامهم. الشباب تصرفوا بعفوية وقد فاجأونا بذلك نحن كمنظمين، والميدان هو الذي يحكم حركة الشعوب، لا يتحكم بها منظمون أو يتحكم بها مسيرون، نحن فقط ندير الأعمال اللوجستية والأعمال الإعلامية لهذه المسيرة. والشباب الفلسطيني الثائر الحر التواق للحرية والانعتاق من هذا السجن في قطاع غزة هو من فرض على الجميع هذا الوضع في الميدان. أنتم تنظمون هذه الفعاليات لكن الشباب تصرفوا بشكل عفوي، يجعلنا نصل إلى تساؤل، وهو من يدير المشهد على الأرض في هذه الفعاليات؟ يعني هل بالفعل هنالك سيطرة على دفاع المتظاهرين الذي لا يخلف إلا ضحايا؟ من شاهد هذه المشاهد على شاشات التلفزيون اليوم تفاجأ كما تفاجأنا نحن، فقد رأينا البنات الصبايا يشاركون الشباب عند السلك الفاصل في هذه التظاهرات، وقد شاركوا في العبور أيضا، وشاهدنا النساء اللواتي يحملن إطارات السيارات لإعطائها للشباب لإحراقها، وشاهدنا أيضا كبار السن، وشاهدنا الأطفال، وشاهدنا كل أنواع الشباب. اليوم كان مشهدا غريبا بحق، يعني كان مشهدا مذهلا حتى لنا. هذه الإرادة التي تجلت اليوم في الميدان هي الإرادة التي فرضت على الجميع أن يسكت، والميدان هو الذي تكلم اليوم. هذا الشباب وهذا المشهد اليوم هو خير رسالة يرسلها الشعب الفلسطيني بأنه تواق للانعتاق من هذا الوضع والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها، وهو ينتظر هذه العودة منذ 70 عاما. حركة حماس اتهمت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في تصريحاتها الأخيرة بأنها تصريح أمريكي يشجع الكيان الصهيوني على جرائمه. أنتم كيف ترون تعاطي الولايات المتحدة مع القضية الفلسطينية؟ وهل بات الطرف غير نزيه لحل الأزمة برأيكم؟ نيكي هيلي، والتي أنا أدعوها أيقونة الشر في هذا العالم، أساءت التعبير في وصف المشهد في غزة لأنه لم يذكر التاريخ بأن هناك تظاهرات سلمية يقاد فيها أي كان ليكون وقودا للحرب، كما استعملت هي كانون فودر، وهذا المصطلح الذي استخدم ضد الفيتناميين في حرب فيتنام مع أمريكا. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، هذه تظاهرات سلمية وقد سجلت الكاميرات سلميتها بالكامل، ولم تسجل الكاميرات على الإطلاق استخدام أي رصاصة في هذه المسيرات. ولذلك ليس هناك على الإطلاق في التاريخ أو في التشريعات الدولية أن تستخدم في المسيرات السلمية أي من الدروع البشرية أو من وقود الحرب لأي كان من أبناء الشعب. كل أبناء الشعب الذين يشاركون في هذه التظاهرات هم تواقون الحرية، وهم لديهم كامل الحق باستخدام القانون الدولي الذي يحميهم في حال
رغبتهم في التعبير عن بسلمية عن حقهم في الحرية والانعتاق. طيب، مع هذا الزخم الشعبي والاندفاع المتزايد تجاه الاحتلال، الأمم المتحدة حذرت من تداعيات انفجار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ما تعليقكم على صدور هذا التحذير وتوقيته أيضا؟ هذا التعليق جاء متأخر 11 عاما، فقطاع غزة يرزح تحت الحصار منذ 11 عاما، ولكنه أتى وهو ينذر العالم أجمع بأن شعب قطاع غزة والشعب الفلسطيني المنتفض الآن في انتفاضة العودة هو قرر أن يسترد حقه بأقدامه، ولذلك على المعنيين الاستماع لهذه الرسالة جيدا. هذا الشعب الحر الأبي الذي يسطر اليوم صفحة ناصعة من صفحات النضال الفلسطيني، على الجميع أن يدرك جيدا أنه لم يعد ينتظر ولم يعد يسمح لأحد بالعبث في مقدراته وفي حقوقه الثابتة. أيضا نحن نأخذ من هذه الفرصة الاستنكار ما موقف البرلمان الألماني الذي أعطى الحق للإسرائيليين بالأمس في يهودية الدولة، وهو اعتداء صارخ على قرار العودة وحق الفلسطينيين بالعودة لأرضهم، لأن بهذه الطريقة هو يعترف بأن أبناء الشعب اليهودي هم لهم الحق في فلسطين، وهذا الأمر مستهجن تماما. القرار 194 يعطينا الحق كمسلمين ومسيحيين بأن نعود إلى أرضنا، ونحن أيضا عددنا يكاد يتجاوز عدد اليهود في أرض في إسرائيل. هذا غير مقبول على الإطلاق، غير مقبول على الإطلاق لهذه الدول أن تعتدي على حق معترف به دوليا ومشروع للشعب الفلسطيني. كان الأجدر للبرلمان الألماني أن يلتزم الصمت وألا يطلب من الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن خطيئتهم مع اليهود. نائب رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة عصام حماد، كنت معنا من فلسطين، شكرا جزيلا لك.